ابتداء من الأغذية في شمالي الصين والقماش في شنغهاي، شهدت أسعار البضائع ارتفاعا جنوني في أنحاء الصين منذ 15 من أكتوبر عام 1949، حتى أنها ارتفعت لأكثر من 3 أضعاف خلال 50 يوما فقط، وهو ما تسبب بصخب بعض العناصر الرجعية التي طالما تحكمت بأسعار الأرز والأقمشة القطنية والفحم وسيطرت على مصير شنغهاي. لذا اتخذت اللجنة المركزية قرارا حاسما بتنظيم تعبئة وتركيز الأغذية والأقمشة القطنية والفحم في أنحاء البلاد. وفي 25 من نوفمبر أطلقت المدن الرئيسية عملية موحدة بناء على طلب اللجنة المركزية لبيع البضائع بخصم كبير، مما جعل أسعار البضائع تنخفض بسرعة فائقة، كما شددت الحكومة إجراءات السياسة النقدية، وهو ما تسبب في إفلاس المضاربين. وبحلول 10 ديسمبر حققت الحكومة انتصارا شاملا في تلك العملية. وقام ماو تسي تونغ بزيارة الاتحاد السوفيتي السابق أوائل ديسمبر، وهرع الجاسوس السري في بكين إلى بعث برقية مشفرة إلى مكتب السرية في تايوان للإبلاغ عن مسار زيارة ماو، لكن جيش التحرير الشعبي اعترض البرقية، ثم أطلق جهاز الأمن العام استطلاعا دقيقا. وفي صباح 26 من فبراير عام 1950 دخلت قوة أمنية منزل الجاسوس السري جي تشاو جيانغ في بكين، وعثرت فيه على الراديو ودفتر الشفرة ومسدس أمريكي الصنع. إلى جانبه تم اعتقال أكثر من 10 متواطئين معه في أماكن أخرى في مدينتي بكين وتيانجين. وكانت تلك أول قضية تجسس يتم الكشف عنها بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومنذ ديسمبر عام 1950 إلى أكتوبر عام 1951 شنت الصين حملة مكافحة ضد القوى المعادية للثورة على نطاق واسع، مركزة على قمع العصابات والمستبدين والجواسيس وقادة الأحزاب المعارضة وقادة المنظمات الدينية المتطرفة، الأمر الذي قدم ضمانات لتطويض النظام الجديد وإزالة العقبات أمام تحرير وتطوير القوى المنتجة في البلاد. وفي 1 مايو عام 1950 صدر قانون زواج جمهورية الصين الشعبية، وكان أول قانون تصدره جمهورية الصين الشعبية، وقد ألغى ذلك القانون نظام الزواج غير المتكافئ الذي كان سائدا منذ آلاف السنين، وحرر النساء الصينيات على نطاق واسع، وأصبح يوم الزواج يوما سعيدا حقيقيا. قال الناس إن النساء الصينيات أصبحن أجمل وأكثر حيوية، حيث يخوضن في البناء الاشتراكي بنشاط، وظهرت النساء العاملات في العديد من الصناعات مثل تيانغوايين، أول سائقة قطار في الصين. وفي 8 مارس عام 1952 أقيمت في بكين مراسم الاحتفال ببدء قيادة الطائرات من قبل أول دفعة من الطيارات الصينيات، وعندما طارت طائرات الصين الجديدة إلى السماء الزرقاء للمرة الأولى كان ذلك حدثا عظيما.